السلام عليكم ورحمه الله، ازيكم كلكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. معاكم سارة سيد قناه سموها عالم تفصيل في خياطه. النهارده زي ما انتم شايفين هنعمل البلوزه الادوار الستايل الثاني. الستايل الاولاني اللي انتم فاكرينه كان بحمالات، والثاني اللي هو قدامنا النهارده كده بسفره من فوق. اول حاجه هنقص القماش زي ما اتفقنا. نستخدم هنا البلوزه دي مقاس اكبر شويه، نستخدم بطرون طفله من عمر 10 سنين ل 12 سنة. طول البلوزة هنحدده على القماش كله. اول حاجة نقص الظهر، هنحدد الطول الكلي على القماش اللي هو 58 سنتي زي ما انتم شايفين، نحدده الاول وبعد كده نحط بطرون الظهر ونبتدي نقص زي ما انتم شايفين كده، او نرسم البطرون، نرسم الحدود بتاعته ونبتدي نقص ونسيب المسافات بتاعتنا زي ما اتكلمنا قبل كده. 1 سنتي من كل الحروف ما عدا الجناب نسيبها، نزود شوية. هنعملها بدوران من تحت، هنقص 4 سنتي من الجناب ونرسمهم كده بدوران ونقص الدوران كده. دوت ظهر البلوزة قصيناه. نجيب قماش بطانة عشان نبتدي نعمل نقص الجزء بتاع الكرانيش من الامام. ده هنعمله بطانة لهم، بطانة للكرانيش. هنجيب كده القماش هنسويه ونجهزه ونبتدي نحط عليه الظهر علشان احنا هنقيس على الظهر. نسيب كده المسافة بحيث انا عايزة الظهر يبقى اطول من الامام شوية. ابتدي ارسم، اخد طول السفرة بتاعتي. هنا خدتها مثلا فوق حردة الابط شوية بحوالي 2-3 سنتي كده، واحدد المكان دوت واقص عليه البطانة بالطريقة اللي انتم شايفينها كده. بالطريقة دي الجزء اللي فوق دوت هيبقى سفرة، ده الجزء اللي تحت هيبقى بطانة من فوق حردة الابط بحوالي 2 سنتي، واللي فوق هيبقى سفرة كده. ادي البطانه، ده الجزء اللي تحت اللي هنركب فيه الكرانيش بتاع الامام، والجزء اللي فوق دوت باقي نقص السفره بتاعته. كده حددنا المكان اللي هنقص عنده السفره. نبتدي بقى ناخد الطول بتاع الكرانيش اهو، هيبقى من اول البطانه لحد نهايه البلوزه من ورا. هنا طلع لنا 39 سنتي، يعني عايزين 3 كرانيش كل واحد طوله 13 سنتي، وهنزود عليه 2 سنتي تشطيب وتركيب وخياطه، يبقى عايزين 3 كرانيش كل واحد طوله 15 سنتي. دوت عرض الصدر، اعرض حته في الصدر هناخدها، طلعت معانا 27 سنتي. ونبتدي نقص فيلونة او ربع دايره او نص دايره زي ما عملنا في البلوزه اللي فاتت. واللي عايز يعرف ازاي هنقصها يرجع للفيديو بتاع المره اللي فاتت، هحط لكم اللينك بتاعه في البطاقه اللي فوق، وكمان هتلاقوه في صندوق الوصف بتاع الفيديو، هتلاقوه في شاشه النهايه بتاع الفيديو. اهو كده بنقص الطريقه دي بالكرانيش. حددنا الاول المكان اللي هنقص عنده، وبعدين حددنا طول الكورنيشه، وبعدين ده الطول الكلي هناخده. هنرسم بقى ربع دايرة بالطريقة اللي انتم شايفينها ديت كده، نفس الطول نفس المسافة هناخدها من اول البوزة من فوق لحد تحت، كل دي مسافات متساوية. ناخدها ونرسم كده ربع دايرة هنا، دوت المكان اللي احنا حددنا عنده. هنقص قسمنا عنده المزورة وحطيناه عنده، وبعدين نرسم كده ربع دايرتين ونبتدي نقص كده. قصينا الكورنيشة، هنقص طبعا الكورنيشتين التانيين بنفس الطريقة. اهي طلعت لنا كورنيش عبارة عن نص دايرة، عشان احنا نعمل من الامام بس، لو نعمل امام وخلف كنا قصيناها دايرة كاملة. او كده ديت الكورنيشة اللي فوق، وقصينا الكورنيشتين اللي تحت بس لونهم ابيض زي ما انتم شايفين كده. فاضل ان احنا نقص السفره، عشان اقص السفره لازم اجهز لها بطرون، احط القماش بالطريقه ديت كده، واحدد المكان اللي هو بتاع وصله البطانه، وابتدي اقص البطرون، ارسم الخلف واقص البطرون بالطريقه دي كده. ودي حرده الرقبه انزل بيها شويه لتحت حوالي 5-6 سنتي زي ما انا عايزه. اجيب قماش وابتدي اقص كده. قصينا السفره، اعمل حساب المرد وانا بقص، سبت زيادة حوالي 2 سنتي كده، دول بتوع المرد كده. قصينا الامام كامل، فاضل بس نقص قماش بيه. برضو اللي عايز يعرف ازاي بنقص قماش بيه يرجع للحلقة اللي فاتت، وان شاء الله نعمل له حلقة مخصوص. بس زي ما انتم شايفين كده بنقص كله بورب القماش، يعني بزاوية 45 درجة. نبتدي نقفل بقى، نظبط مكنة الاوفر على غرزة البرم، برضو اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت. الحلقة دي مبنية عليها قوي. هنعمل بقى، نبتدي نعمل بطانة اللي هو تقفيلة الرقبة من ورا. هنجيب قماش كده ونلزق عليه فازلين ونقصه بالطريقة دي بدوران كده منتظم، ونبتدي نحط عليه الظهر بتاع البلوزة
ونقص كده بالظبط عليها النص على النص، وناخد ايه زي ما انتم شايفين كده فرد عند النص والنص كده. قصينا البطانة بتاع تقفيل الرقبة من ورا. نبتدي نجهز الامام كده. انا برصلكوا البلوزه عشان اوريكم الطبقات بتاعتها وهتتقفل ازاي. كده قصيناها كامله. قصينا كمان قماش بالورب للمرد من قدام للرقبه من قدام، ودوت قماش بيه بالورب قصينه عشان نقفل بيه الاكمام. النهارده الاختلاف في البلوزه في حاجتين، طريقه تقفيل البيه بتاع الجناب وطريقه تقفيل السفره، وكمان ان دي بسفره والتانيه بحمالات. اول حاجه انا هقفلها، هقفل الجزء الفوقاني بتاع البلوزه من الامام، اسرفل كده الاجزاء اللي انا هقفل بيها الرقبه من بره، اسرفلها من بره. ابتدي بقى اركبها بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت كده، اركبها خيط واسيب مسافه كده عشان ابقى خيط الجزء بتاع المرط اهو كده، اخيط واسيب جزء عشان لسه هركب المرد الصغير كده اللي هي الحتتين المستطيلتين دول، هركبهم. اقص طبعا ادام قصيت دوران لازم افتح الخياطة. اقلب كده، فاضل ان انا هركب المرد الصغنون دوت اهو، هتنيل الاول كده، فاضل بقى ان انا اركب المرد. بصوا بركبه ازاي، بالطريقة دي كده ركبته. وبعد كده اغطي من ورا اهو بالطريقة دي كده، اغطيه ببقية التقفيلة بتاع الرقبة اهي، تبقى هي مغطياه كده، وخيط على الوضع دوت كده. اما اجي اقلبها يبقى يديني نظافة وتقفيل شيك قوي من جوه. اشيل الزيادات من عند الزاوية كده واقلبها، ادي المرد بتاعنا، وكمان الرقبة من قدام تقفلها زي ما انتم شايفين شيك جدا. دي التقفيل بطريقة السجاف يا جماعة، ده التقفيل بطريقة السجاف. المرة اللي فاتت قفلنا بطريقة البيه. كده جهزنا النصين اللي فوق بتوع الامام، اكويهم كويس جدا 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 جدا. دي من الحاجات اللي لازم اهتم وانا بكويها، هلزقهم كده بالعنكبوت، ادي العنكبوت اللي بيلزق من الناحيتين بالمكوى كده. القماش بقى لازق في بعضه، بقى جزء لا يتجزأ من بعضه. وبرده المرد نفس الحاجه زي ما انتم شايفين. دي كده نظافه في التشطيب، ما تستهتريش لان هيفرق في شكل البلوزه ويخليها لك زي الجاهز زي ما انتم شفتوها في اول الفيديو. اهو كده خلصت المرد وتقفيل الرقبه من الامام. ابتدي احدد مكان الكورنيش، ارسم على بعد مكان كل كورنيش. الكورنيش زي ما قلنا هيبقى المسافات بينهم 13 سنتي تقريبا، فانا خدت كده خطوط على بعد 13 سنتي، وابتدي احدد برضو اماكن الالتقاء، نقط الالتقاء. اقص حردة الكم بتاع الفيلونة اللي فوق او الكورنيشة اللي فوق بالطريقة ديت كده. اهو كده رسمت اماكن تركيب الكرانيش. اسرفل برضو الكرانيش من فوق لاني عشان لما اركبها يبقى التقفيل نظيف. اركب الكورنيشة اللي تحت الاول، اركبهم من تحت لفوق عشان ما يعكسوش بعض. كده ركبت الكورنيشة اللي تحت، سرفلتها من فوق من تحت وركبتها على الخط بتاعها. بالطريقة دي كده. ودي الكورنيشة التالتة، ركبتهم التلاتة في التلات خطوط بتاعتهم. ارجعوا للحلقة اللي فاتت عشان الحلقة دي تبقى اسهل ليكو. لو شفتوا الحلقة اللي فاتت هتفرق معاكم كتير او فهم حاجات كتير. هنا انا بعمل ايه، بتني البطانة من تحت عشان ما تبقاش يعني برضو ما تبقاش كده لوية على بعضها وشكلها وحش وتبقى ماسكة نفسها كده من تحت. وبعدين سرفلت الجناب، عملت العروة بتاع المرد قبل ما اركبه احسن. بعدين اركب النصين على بعض من عند المكان الاصفر اللي انتم شايفين الخط الاصفر دوت كده. وبعدين او بالطريقة دي اوصل النصين كده، خلاص بقوا قطعة واحدة. ابتدي اركب فيهم، وركبنا خلاص الكرانيش في الجزء اللي تحت، اركب بقى اللي فوق في اللي تحت، والاتنين متشطبين بالكامل. اركب النص على النص زي ما انتم شايفين، خدت النص فرد عند النصين، احط النصين على بعض والطرفين على بعض، وابتدي اركب اخيطهم واسرفلهم.
ادي شكل البلوزة من قدام كده، النص اللي قدام خلص. ركبته وسافرته اكويها كويس جدا 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 جدا، وخصوصا الوصلة بتاع الامام بتاع اللي فوق، الجزء اللي فوق مع الجزء اللي تحت، اكوي كويس جدا 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 بالبخار بفترة، هيديني والله شكل خرافي للبلوزة. ممكن اركب من عند الوصلتين كده بينهم اركب دانتيل ركامة، بس انا حبيتها تبقى بسيطة كده سيمبل كده اشيك. اركب بقى الامام في الخلف زي ما انتم شايفين بركبهم بالطريقة دي، احط الخلف وفوقيه الامام وبعدين البطانة بتاع تقفيلة الرقبة من ورا بالترتيب ده، واخيط عند المكان الازرق دوت اهو كده، اخيط بالطريقة دي عند الخط الازرق دوت، هيديني تقفيل شيك قوي للرقبة ونضيف. طبعا هفتح برضو الخياطة اهو كده، شايفين زي ما انتم شايفين كده قلبت اهو كده، لما اقلب هيبقى ده شكله. اثبت الجزء بتاع الخلف كويس بالطريقة ديت، ده تقفيل الرقبة بالسجاف يا جماعة، كنا شرحناه قبل كده في فيديو قبل كده اللي هو بتاع تشطيب المرض العادي بدون ياقة. اكوي كويس جدا كل خطوة، اكوي المكوى في الحاجات اللي زي دي بتفرق كتير جدا. اكوي الكتاف، انا كده ركبت الكتاف مع الرقبة، فاضل بس ان انا اركب البيه. طريقة تركيب البيه المرة دي مختلفة عن المرة اللي فاتت، هركب بيه قلاب بالطريقة دي. اول حاجة هتني قماش البيه بالطريقة دي كده، وهركبه كمان والجناب لسه مفتوحة وانا لسه ما قفلتهاش، وبعدين اركب بقى زي ما انتم شايفين كده، على اركب البيه اللي انا تنيته اشده وانا بركبه، اركبه عند الحردة بتاع الامام والخلف اركبه عليها كده، وبعدين اقلبه. عايزة انا اقلبه لبره ويبقى شكله كأنه بيه ماشي، عايزة اقلبه لجوه ويبقى كأنه تقوية بس للحردة بتاع الكم ماشي. اللي يعجبني انا اخترت هنا ان انا اركبه زي تقوية وتبقى الحردة كأنها مش متركب لها بيه يعني، اهو كده انا بقلبه لجوه تشطيب شيك جدا من جوه زي ما انتم شايفين. اكويها برضو، ادي كده ركبت البيه في الحردة بتاع الكم، اكويها كويس جدا. ما فاضلش الا تركيب الجناب زي ما انتم شايفين، الجزء الزيادة بتاع الديل اشيله اللي هو زايد عن الكرانيش، واخده بدوران كده، انا عايزاها تبقى اطول من ورا من قدام. اخيط الجناب كده، البلوزة بتاعتنا خلصت زي ما انتم شايفين، تحفة في التشطيب زي ما انتم شايفين كده. الحلقة بتاعتنا خلصت، ودي تاني ستايل من البلوزة الادوار. ادي البلوزتين اللي احنا عملناهم، الاولانية الفرق بينهم هنتكلم عنه بقى. الاولانية عملناها بحمالات، التانية عملناها بسفرة. الاولانية قفلنا البيه بطريقة السندويتش، التانية قفلنا الرقبة بطريقة السجاف، وقفلنا الكمام بطريقة البيه القلاب. هنشرح ان شاء الله البيهات وطريقة تقفيلها في حلقة مخصوص. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، اتمنى بقى يا جماعة نعمل سبسكرايب وشير ولايك عشان نحفز الفيديو، اتمنى تشاركوه على كل مواقع التواصل الاجتماعي. هتلاقوا الفيديو بتاع البلوزة اللي فاتت اللي هي دي، فيها بقى كل التفاصيل، فيها طريقة قص البيه، وفيها طريقة ضبط المكنة على غرزة البرم، مكنة الأوفر. زي ما اتفقنا انتوا مخليني كسلانة بسبب قلة اللايكات وقلة التفاعلات، اتفاعلوا معايا شوية عشان نزود عدد الفيديوهات. عمرنا ما هنوقف ان شاء الله، لكن انا محتاجة تشجعوني ومحتاجة شوية حماس منكو، لايكات وتفاعلات وشير. هتلاقوا كل اللينكات اللي اتكلمنا عنها في الحلقة ان شاء الله في صندوق الوصف تحت. اتمنى اشوفكم على خير الفيديو الجاي، كل فيديو انتوا طيبين.